جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. شو هذا أمي؟ قلتي لي تعي معي لجوا. شو عم يصير هلا؟ ليش عم تضبي شنطتي؟ أنا ما عم بفهم شو اللي عم تعمليه ماما. لوين بدنا نروح هلا؟ لوين؟ إيه بدنا نترك هذا البيت وهالمدينة. عيطتي على بوراب فجأة وهلا عم تقولي رح نترك البيت. ماما قولي لي لوين بدنا نروح. قولي لي ليش أصلاً حتى نترك بيتنا؟ رح تعرفي لوين لما نحن نوصل لهنيك. وهلا ساعديني، وبرأيي إنك بتعرفي منيح ليش بدنا نروح. لا أنا ما بعرف، فيكي تخبريني بوضوح شو عم يصير؟ ما بتعرفي؟ ما بتعرفي إنه حياتك عم تتدمر؟ شو أنتي مفكرة إنه الحياة لعبة بسيطة ما فيها حدا بيتأذى؟ تأكدي إنه هنن رح يضلوا وراكي، هنن رح يموتوكي. أنا رح أخذك من هون لأحميكي من هذا الشر. أنتي عندك شي فكرة أنا قديش بنجرح وقت بشوفك عم تتوجعي؟ أنتي تحملتي زعل كتير لأنه أنتي اعتبرتي من واجبك إنك تضلي عم تحمي زواجك، وما انتبهتي إنه حياتك عم تتدمر. وهو مانو متذكر أصلاً. هو حتى ما بيتذكر اسمك. هو مفكرك ريكيتا بنت من معجبينه. هو مو متذكر حتى كل التضحيات اللي عملتيها مشانه من قبل، والمرات اللي أنقذتي حياته. ما حدا بيعرف إمتى رح ترجع له ذاكرته بنتي، بس بهالوقت كوني متأكدة إنه آليا وتنو رح يستغلوا كل دقيقة. كانوا عم بيحاولوا يقتلوكي من فترة وما قدروا، مو مزبوط؟ هنن ما رح يقدروا يقتلوكي، لهيك حاصروكي وفوتوكي عالسجن. أنا بكون أمك وأنا إلي حق عليكي. أنا ما بتحمل شوفك عم تنجرحي. إذا ضليتي هون كل شي رح يرجع ينعاد مرة تانية. إذا رجعتي لعنده رح تصيري قريبة منه أكتر، وقتها رح ترجعي تصيري جزء من العائلة تبعهم. رح يرجع يحاولوا يقتلوكي ويدمروكي، رح يضلوا يحاولوا وما رح يتركوكي أبدا. أنا أخذت قراري، رح نروح. هالزواج ما عاد موجود ولازم تنسيه. أحسن إنك تنهي هالزواج، أحسن ما تخاطري بحياتك لشي ما بيستاهل.